ثم أما بعد، فنعود على ما سبق من كلام لنلخصه تلخيصا، ثم نستأنف السير مع كتاب الله جل وعلا بعد بما يتلو من آيات كريمات. وكان الكلام حول ما أسميناه اشتقاقا من القرآن الكريم بالعقيدة العجلية التي هي وثنية إسرائيلية، والله جل وعلا جعل لها علامات تنبيها للمسلمين أن يقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة المال والذلة لكل ما هو مادي والتضحية بالدين من أجل الحياة الدنيا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. السؤال الخاتم لذلك الموضوع هو كيف الخروج، كيف التخلص، كيف التوبة، كيف التصفية للقلب من شوائب العجلية، كيف يخلص المؤمن قلبه وأهواءه من كل هذه الأمراض وهذه الشوائب التي تلحقه في الصفات ببني إسرائيل من حيث عبادتهم للوثن المالي الذهبي المادي. إنما يكون ذلك بتوثيق العقيدة على جهتين: جهة التعرف إلى الله جل وعلا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وتحدثنا ولا نزال عن أسماء الله الحسنى في أنها تحمل أسرارا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من الساعة في الفكر والعمر أن يحيط بحقائقها، لأنها صفة الكمال والجلال إذ سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك فالله جل وعلا من حيث هو الرزاق يتضمن ذلك من بين ما يتضمن أنه يقضي بالأرزاق لعباده، وأقصد بأنه يقضي يعني أن الله عز وجل من حيث هو اسمه الرزاق، هذا الأمر هذا يفيد لأن الله تعالى لما اتخذ له اسما هذه سيمته وهذا لفظه الرزاق، يعني أن قضية الرزق رب العالمين يقول قضية محسومة ديالي ماشي ديالك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعبر بالقوة والمتانة في سياق الحديث عن الرزق وعن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الرازقية، ولذلك جعل له هذا الاسم الحسن الرزاق. وذلك أنه جل وعلا إذا قضى أمرا فيما يتعلق بالأرزاق فلا راد لقضائه. الرزق يعني قضاء قدر، قضاء قدر ما يفهموش الإنسان بذلك المعنى التواكلي، لا أبدا مش هذا المقصود. والعقيدة التواكلية لا علاقة لها بالإسلام، وإنما التوكل الذي يعتمد فيه العبد على الأسباب ويعبد رب الأسباب. هذا الفرق بين العقيدة العجلية ديال بني إسرائيل والعقيدة الإسلامية الصافية التوحيدية. بنو إسرائيل عبدوا الأسباب، أسباب ديال المادة اعتبروها هي الآلهة فعبدوها، ولذلك عبدوا المال في ذاته كيعبدوا الدرهم والدينار نفسه، بينما الله جل وعلا هو الذي خلق الدرهم والدينار، هو الذي خلق الأرزاق، وهو الذي قدر الأقوات. قدر الأقوات يعني ذاك القوت اللي غادي يدخل لك، ديك اللقمة اللي غادي تبلعها محسوبة حتى هي محصية، حتى ولو رزقت رزقا واسعا فإنما تأكله من ذلك الرزق وما تستفيد أنت منه بشكل مباشر محصي عليك، لأن فيه الحساب، خص واحد يعطي الحساب لرب العالمين. هذا الشيء باش الأرزاق محسوبة علينا، إننا غنعطيه الحساب ديالها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاع هو وأصحابه أصيبوا بمخمصة، كانت أيام يعني لم يدخل فيها شيء الخزينة الدولة ديال المسلمين، ولم يكن هنالك من أسباب يرتزقون بها، فجاء عدد من الصحابة وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ما بهم من جوع قصد أحد أصحابه ممن كان له مال وسعة. وهذا الصحابي كان عنده لبس عليه، ربي تعالى وسع عليه في الرزق، ومشاو قصدوا الدار ديالو، كان عنده جنان، لما طرقوا الباب ديالو وجد أنه رسول الله مع أصحابه، فرح فرحا كبيرا وقال لا أحد أكرم مني اليوم، ما كان شي واحد اللي راه يعني كريم بحالي هذا النهار، لأنني سأكرم رسول الله وأصحابه. هذا المعنى ديال الكلام. فآواهم إلى الظل، دلهم واحد جلسة في الظل، وجعل يسن الموسى بدأ يمضي الجنوي باش يذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قال له إياك والحلوب، عندك تذبح شي حاجة كترضع يعني نعجة أو بقرة أو شي من القبيل، فذبح لهم شاتاً. خلاصة الكلام لما أكلوا وشربوا وارتووا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاوا وارتاحوا وذهبت المخمصة، في آخر الطعام قال لهم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسألن عن هذا النعيم، سمه نعيم
يكعدبا في مجيعني أمعاؤكم تتمزق بالمخمصة وقد أطعمكم الله وسقاكم. غادي تعطيه الحساب ديال هادشي. ليس معناه الحساب يعني أنه غادي تعاقبوا، ليس هذا المقصود بالذات، ولكن سينظر أشكرتم أم كفرتم. خصك تحمد الله. فلذلك الرزق اللقمة يلقمها العبد سيؤدي حسابها، يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله. ولهذا الأقوات لأن القوت هو داكشي اللي تاكل ديال النهار واللي كتاكل يعني بحيث كتشبع، ما كيشيطش عليك وما كيخصكش، كيتسمى القوت. في الحديث كان طعام آل محمد قوتا، ما كيجوعوش ولكن ما كيخصهمش، وقد يجوعون يعني غير المقصود النهار اللي ياكلوا كياكلوا ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش، قوت يتسمى القوت. فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه. ولذلك كانت الأرزاق مقادير، فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق، توزيع الأرزاق وتقدير ديالها بقسمته. قسم الأرزاق قسم إلهي، وكل يبتليه على قدر ما علم الله بقلبه من الشكر أو الكفر. الأرزاق راه ابتلاء واختبار. الأرزاق دايره بحال الأعمار، شي عمره طويل شي قصير شي متوسط، كذلك الأرزاق باش بنادم ما يغلطش في الرزق ويسحب له، يعني أنه يؤتاه على علم عنده كما زعم قارون، بل العبد يتسبب، لكن القسمة قسمة إلهية والأرزاق مقادير إلهية. ولذلك الإنسان من اللي يحقق العقيدة دياله في الرزق يتخلص قلبه من العقيدة العجلية. فقلت يعني الجانب أو العلاج ديال مسألة الأرزاق لها جانبان، جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق، وجانب كيتعلق باليوم الآخر الآخرة. وقبل الحديث عن الآخرة أشير إلى هذا التعبير القرآني الذي أوردته قبله، إن الله هو الرزاق قال ذو القوة المتين، عبر بالرزق في سياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة، بمعنى أن قضية الرزق اللي أعطاها لك ربي ما كيش ليق لك، ولو تدخل أطغى طغاة الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه، لأن اللي أعطاه لك كيضمن يوصلوا لك، كيضمن يوصلوا لك حتى الكرشك، وبقوة وبمتانة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. ولذلك عمر العبد إلى دار يدو مد يدو الأسباب التي أمير بها، ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا، راه ما يوصلك إلا ذاك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما داروا لك وما كتبوا لك. فإذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب، بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي إحنا كنعيشوا لمن، طبعا يعني سهل نقوله كنعيشوا للآخرة، ولكن هذا المعنى إنما يصح لدى المؤمن، يصحح عقيدته في الآخرة. المؤمنون من هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين، عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميها طبيعة أخروية. الناس ماشي ديو الدنيا ديو الآخرة، يبنون الدار الآخرة، كيبنوا الدار ولكن الدار ديال الآخرة. وسبقت الإشارة إلى هذا أن الإنسان اللي كيبني الدار كما الدار اللي يبني في الدنيا. الدار يعني الناس معروف يعني هذه الحكمة العجيبة أن اللي يعني تبلى بالبني كيمشي كله، يعني الفكر ديالو الأعصاب ديالو ينعس ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني، يعني البني صعيب جدا فعلا، واللي مجربينه وعارفينه فكيخطف الهم الكلي ديال الإنسان، يعني الحياة ديالو كتولي الدور كلها على ديك البناية اللي كيبني، دار أو فيلا أو عمارة إلا كيبني شي حاجة كتديه كتبتلعه. هكذا كانوا الصحابة، ولكن كانوا كيبنيوا فعلا، إنما يبنون الدار الأخيرة كتديهم في خطرة، مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو كيبني الدار الاخيره. هذه العقيده كلما توغل فيها العبد كلما نجا من مرض العجليه. الدواء ديال العجليه انه تبدا تشوف في الدار ديالك في الاخيره. حقيقه انسان كيفكر في الدنيا في القطعه ديال الارض يبنيها وكيفاش يدير ليها ويخمم، اللي مازال ما عندوش كيفكر واللي عنده كيفكر يوسع، وكل واحد والفكره ديالو حول الدار ديال الدنيا.
ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديالو ديال الآخرة. أولا فين كاينة؟ واش في هذه الجهة ولا في جهة أخرى؟ نعوذ بالله من الأخرى. أم أنها في جهة أهل الإيمان؟ إذا كانت في جهة أهل الإيمان ما موقعها؟ واش في السفلي ولا الفوقي؟ وفعلا لأن الدار الآخرة التي هي الحيوان يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ولكن يعني ما كاينش ولكن أحب الاستدراك لأنه مقصود في المعنى وهو من باب التفسير. لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة التي لا تنقضي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل ديال الآخرة يعني الطبقات ديال الجنة، منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث صحيح عجيب جدا وجميل، يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء. إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تقريبا هذه الصيغة. يعني ملي تشوف ديك النجمة درية فضية كتبرق طلعة في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القند في السماء، كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية أبعيدة ما شاء الله، راه هكذاك المنازل ديال الجنة. إذا تشوف واحد النجمة بعيدة ولكن كتبرق شنو هذاك؟ القصر ديال سيدنا عمر. بينك وبينه ما شاء الله. أشو الفرق؟ فارق العمل. واحد دار الفينيسيو واحد مدرس، راه يعني حقيقة على قدر الهم ديالك بالدار الآخرة تكون منزلتك ويكون مسكنك ويكون مسكنك منها. وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الأساسية ديال الدين ديالو ديال الحياة ديالو يبني الدار الآخرة. فعلا حقيقة يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة والو، إذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مريضش ما مبليش بالبني. وأصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالتهم ببناء تلك الدار. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المجاعة صابوا المسلمين بالمجاعة، كتسمى عام الرمادة، واحد العام كان نتيجة ديال سنوات ديال القحط، ما كانت شتاء وجعوا المسلمين وكان قحط وجفاف. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفورة، بدا يصفر بالجوع كيكلش وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين. بعض الصحابه قالوا دي من باب المصلحه خصنا نصحوه، ماشي معقول هو كيسير مصالح الامه خصو ياكل باش يقوى، لانه يعني فعلا معقول زعما المنطق هو هذا، خصو ياكل باش قد يسير هذه الامه هذه، خصو يتهلا في راسه. وقالوها ليه، فتبسم وقال رضي الله عنه وارضاه، كيقول هل سيدنا عمر بن العاص، لان عمر بن العاص هو اللي نصحوا هذه النصيحه، كيقول له: ارايتني عاجزا عن ان امر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ باش يسحب لك زعما انا ما عارف شيء وما قدر شيء، باش نعطي امر الخدم وينوضوا. يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني الا بغى يديرها بيدو، لان الدنيا جاته ورفضها، ويعني يذبحوا جدي صغير. هذه راه وصفه ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمر بن العاص يقولها له من بعد. يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي صوبه. وصفة ديال الطبخ كانت عند العرب في الجاهلية، وتعطي واحد لذة عجيبة جدا في الطعام كما هو جدي كيتطبخ صغير. قال له عمر بن العاص: أراك بلذيذ الطعام خبيرة، يعني راك تعرف سميته. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له: ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى أن يقال لنا: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا، هنا ما عندكش. رغم انه انما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشده رضي الله عنه وارضاه، بشده انشغاله ببناء دار الاخره، لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا ان المؤمن حقيقه ينبغي ان يكون متوازنا، وان لبدنك عليك حقا، وان ولكن هذا كان في حياه سيدنا عمر استثناء، لانه كان عام الجوع. قال: كيما المسلمين جيعانين حتى انا نجوع، علاش انا نشبعهم جيعانين؟ بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيو الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها. وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره.
يعني كانوا كيبنيو الديور الدنيا، ولكن بحالها بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره، يعني الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه. هي انما هي وسيله بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد اذن فقد اهلك نفسه، اهلك نفسه. من هنا اذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيده العجليه ان يعجل، يزرب يسربي، يسرع ويسارع ان يعجل الى التعرف الى الله من حيث هو الرزاق. يتامل هذه القضيه ديال الرزاق، يتاملها مزيان، نعس عليها وفيق عليها. راه يعني ذكر الله عز وجل بالتامل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لان راه وسواس ابليس الشيطان يجيك يوسوس لك، نقول لك انت ولا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، ابليس ملعون، ما يجيب لك الا القبيحه. والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعدلها ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله، كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة، هذا الإحساس. إذن تبنيها، يقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن تبنيها، تبنيها، فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد الخطرة سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيب. قال له الغراس ديالها، الغراس الغرس ديالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الأذكار تسبيح، كلما سبحت كلما جردني في الجنة راك يغرس لك الحدائق والألوان والأشكال، المنزل ديالك الدار ديالك باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور تما ممدوحين في الجنة. الساعة عرضها كعرض السماء والأرض تسع، يعني واحد حديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة وكيعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمال اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث للكلمة، يتعجبوا من هذا الحديث العجيب، وهو حديث صحيح الإسناد. كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة، كيسكنهم في ياقوتة، انما هذه الياقوتة كي دايره هذيك الصدافه، الصدافه ديال البحر، الصدافه ديال البحر. وتصور واحد القصر داير بحال الصدافه، يعني واحد الهندسه جماليه غريبه جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان ما بين الزاويه والزاويه في الصدافه مسيره عين او مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك ذاك القنت الاخر، يعني اتساع، يعني الصدافه الداخل ديال الصدافه من الساعه بحيث انك راك هنا والقنت الاخر في الطرف، في الطرف ديال المكناس اللي يعني الطرف ديال الصدافه راه هو في الدخله ديال المكناس على طريق فاس، والقنت الاخر في الخرجه ديال المكناس على طريق الرباط. زواياها اربعه، عند اربعه ديال القنوت، وكل قنت عنده اهلون، يعني عنده زوجه في كل قنت. قال لك يعني الاهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الاهل في القنت الاخر لبعد المسافه كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنة التي وعدها المتقون ساعة، يعني ربي يعطيك قصر ويعطيك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة ها واحد، ثانيا العلو، عالي عالي، فالعلو ممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى، إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، ومنه تتفجر أنهار الجنة، عنده النبع من تما كيخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. فلذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله رب العالمين. الأوصاف اللي وصف بها في الجنة ماشي عبث، ماشي عبث، باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها، كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة،
تهدرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى. إيش معناته؟ معناته أنك يقول لك ربي خصك تعرف الأحوال ديال الآخرة باش تعلق بها، وتعرف أنت تخطط تخطيط الموقع اللي تراهن عليه، لأنه رهان فعلا. إن رابحه العبد كان رابحا، وإنما الخاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة. نسأل الله العافية والنجاة من الخسران المبين. ذلك إن شاء الله مسلك يسلك بالعبد لعلاج نفسه من عقيدة العجليين، ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان وكيكون عنده الحافز. معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بنادم ما يخدم تتكون عنده الحوافز. ربي تعالى دار لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة. القرآن الكريم كله حوافز، فمن أهم الحوافز أنك تعرف على شنو عندك، شنو عندك له. ولهذا كان من العلم النافع، أقول من العلم النافع، أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة. ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو، وذلك قول الله جل وعلا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، كلهم هادوك وهادوك اليهود الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله ومؤد إلى ما بعده، وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب. حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلوك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره. وما أنزل القرآن إلا لتدبر. اليهود كانت عندهم واحد الدعوة، عندهم وعند النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة غير اليهودي، النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني كيتمنوا تلك أمانيهم، كيتمنوا وتلك الأماني بلا برهان، ما عندهم عليها دليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوه جوج ديال الفرقات هما اللي قالوا. فرقة اليهود قالوا وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوش أو نصارى، هما لا غير هودا، لأنهم ما كيعترفوش بالنصرانية. هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى، بغوا يقتلوه، حاولوا لم يفلحوا، لكن كانت المحاولة. ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى، كيرد عليهم رب العالمين. ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية دعوة. الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأنه الإنسان كيبدأ يتساءل هذا الفشوش هذا الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان كيخاطبهم سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ما لهم؟ يعني لأنهم كانوا كيتحدوا الله تعالى مباشرة، ادعوا لنا ربك، اذهب أنت وربك، يعني واحد قلت الأداب. منين جاي وماشي؟ من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا الشيء أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال، صدقوها، وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم الجنة عندهم ديالهم غير هما، وما خلق العالمون إلا لخدمتهم، يعني جميع أجناس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون. ولذلك يغشوا العالم، يسرقوه، ينهبوه، يقتلوه، ما كاين بس. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الحساب بيناتهم هما، يعني اليهودي ما يظلمش اليهودي ما يكلوش ديالو، إلا وقع بيناتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة. أما إلا ظلم مسلم ولا ظلم نصراني ولا ظلم شي واحد آخر، ما كاين حساب في داكشي، غير ذبح
ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا أنتم ضامنين الآخرة، هذا المعنى، الآخرة عندكم مضمونة، الجنة مضمونة. طيب إلا مضمونة، ربي تحداهم بواحد تحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدته في القرآن مثله، تحدي غريب جدا وما قدروش يديروا. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني بوحدكم مصفية لكم انتم من دون الناس، غير انتم بوحدكم، الدار الآخرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم انتم، عند الله موجدة من دون الناس خالصة لكم. إذا كنت تقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إوا كان تحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحنا ما كرهناش الموت، لا، غير يتمناها في خاطره، تمناها في قلبه، كاع ما يقولها لي أنا، تمناها لداخل، كانت تحداك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلن عنها، وما قدروش، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لأخذهم الله من الأرض، يمسحهم من الأرض، لكن علموا أنهم يتحدثون. شوف الكفر ديالهم كيفاش داير، عارفين ما عندهمش غرام ديال الشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إلى لعبوا معاه مشاو في المزاح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، غير تمنها في قلبك، هذه وما قدروش يديروها، والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، نافى الحاضرة والمستقبل. وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه، يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد، في الآية الأخرى أبدا، نفي التأبيد إلى يوم القيامة. علاش؟ لأن عارفين اش دايرين بما قدمت يديهم. شيء عجيب جدا، يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل مولاها. ولذلك قلت الآيات مترابطة كتوصل لدرجة أنه يعلن تحدي على رب العالمين وهو يعلم، عارف كل شيء، وعارف بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن هذا الكلام هذا كلام رسول. راه اليهود ما كانش عندهم غرام ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي، موقنين بأنه نبي، ولكن ما بغاوش، لأن ماشي يهودي، ماشي من بني إسرائيل، جاي عربي، ما بغاوش، ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نأمنوا، من غير مننا لا، ما بغيناش. ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكفروا به. علاش؟ لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق، ما مستعدينش هما للحق. ومن قبل سيدنا عيسى منين جاء؟ من اليهود. شنو هو عيسى عليه السلام؟ إسرائيلي. شحال واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئة والظروف أنه سيدنا عيسى، حتى النصارى ديالو ربما غلطين في هذا الشيء. هذا القرآن واضح مسطر الأمور، عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا إنجليزي، ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين اللي عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي، عمره ما كان هكاك عليه الصلاة والسلام، كيتخيلوا هو سيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين، عمره ما كانت عنده ديك الهيئة عليه الصلاة والسلام، خيال تخيلوا. فيعني عيسى عليه السلام يعني كان منهم، من آل عمران ولد مريم، ومريم شكون هي؟ يعني من بني إسرائيل مريم، وعمران أبوها من بني إسرائيل، فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل، ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده، لا، جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج، وكفروا لأنه كما قلنا من قبل بغى يقلع لهم الربيعة. يعني أولئك القوم من سدنة، يعني ممالين الحيازة على الأموال، اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى، يحللوا وحرموا مقابل أموال، ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل أموال، أرفضوا جي الحق. ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به، بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. ألا زكريا ويحيى منين هما؟ وقد قتلهم بنو إسرائيل، يهود هما، يعني من بني إسرائيل، وجاءوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهم اليهود، ولد عمهم وخوتهم وأسر ديالهم. فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي، وكما أنها أصابت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف. وهذا الشيء باش كيحكي الله في تعرف القرآن، وهذا الشيء كنشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر، ويدير أبشع الجرائم، أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع كتلقاها ترجع في كثير من الأحيان، لعبادة العجل المادي. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني زلزال نفسي، يقول له وكان تحداك ما تتكلمش، اعتقد في نفسك،
ودير في الباطن ديالك أنك تتمنى أن تموت، لا يستطيع، يعني كاره الآخرة لأن القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط وبالدنيا فقط. وهذا المعنى راه كاين عندنا. فين كاين عندنا؟ كاين عندنا في كثير من الناس، ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا، ما عندوش استعداد يسمع الكلام عن الموت. هالظاهرة موجودة، ما عندوش استعداد يسمع الكلام عن الآخرة لأنه ما دار حاجة مزيانة، ما عندوش استعداد. كينفر من كل كلام موعظة، ينفر من كل آية تذكره بالله، نفور هو هذا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طبيعة ديال الظالم، طبيعة الله خبير بها، عليم بها، وعارف العقاد النفسية اللي عنده، وعارف التركيبة باش مركب. ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالف عقائدهم الباطنة. هذا الفهم اللي يفهمه، ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا كذبة، لا يؤمنون بموسى أبدا، كذبين، ولا يؤمنون بالتوراة أبدا، بل هم حرفوا التوراة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، والتعبير ديال التفضيل هذه الصيغة القوية، أفعل وبالإطلاق أحرص الناس، كل الناس بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس، يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود. اليهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به، يعيش به مادم أنه حي. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هالطبيعة هذه، إلا من يعني مرض مرضهم، صب المرض ديال العجلية ديالهم. أما المسلم يعني نطلب الله العافية لنا ولكم، يعني من اللي كتوقع له الامتهان، كيوصل واحد درجة معينة ديال الإدلال، كتقد معه الحياة والموت، وكيف تضل الموت. وهذا الشيء كنشوفه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر. هذا كتشوف الناس يقبلون على الموت، علاش؟ لأن تقدت عندهم، أذلوا أهينوا، كيقول لك بنقص من هالدنيا. اليهودي ما عندوش هادي، وذلة وهينة، كيقول لك نعيش واخا بالذلة والمهانة، مهم يعيش. يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجلية يسلط الله عليهم العدل باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين، سبحان الله العظيم. يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان وإلى آخره، يعني سبحان الله عظيم واحد عدد ديال المشاهد، نطلب الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كنتش كتدخل لي في بالي نهائيا، ما كنتش كنفهمها. يعني مسلم ما خصوش يوقع له هذاك الشيء، يعني بحيث أنه أرغم أناس على أن يغتصبوا بناتهم، داير له السلاح فوق راسه باش يغتصب البنت ديالو ويغتصبوها. يعني شنو وقع له هذا؟ هذه عقيدة عجلية تماما، ما فهمت هذا الأمر هذا حتى جاب الله تعالى. يعني وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت لها في الفكرية، وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق، يعني من بعض الأساتذة اللي مشوا من هنا مدرسين في إطار السيسكو هذه ديال التربية والتعليم الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والتعليم، وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئة، أنه يعني المرحلة الشيوعية اللي دوزوها في الاتحاد يوغوسلافي السابق، يعني عدد كبير منهم دابت الإسلامية ديالهم، مبقوش مسلمين، بقوا مسلمين غير سميات، غير واحد علي، واحد محمد، واحد أحمد، واحد عبد الله، واحد فاطمة، واحد خديجة، مبقوش مسلمين. بحيث أنه المرأة البوسنية بقت كتزوج بالصربي، الخمر عندهم عادية، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم، إذن فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. أرى الله تعالى لا يسلط البلاء على أقوام إلا إذا وصلوا مرحلة من المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف، وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية، لأنه لما الإنسان ما كيطبق السنة الشرعية كيعالج الله بالسنة ديال القوة، سنة الكونية. طيب إذن شنو كان يوقع؟ قلت لك موت، موت وما تديرش هذه الفضيحة هذه. ولكن بدا بنك يحب الحياة في الذلة، هي العقيدة العجلية بالضبط. لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرض، عموم الأمة واخا فصاق مسلمين وفجار لما كيتمسوا في الكرامة ديالهم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة العجلية، لأن الحمد لله الخير باقي، الخير بالمعقول، الخير رغم مظاهر الفساد والانحراف، الخير باقي في الأمة. إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء باش يعني الفساد والانحراف خطير أنه يتطور، لأن الأمراض تتطور من سيئين إلى أسوأ، ولا قدر الله توصل لواحد المرحلة ديال اللعودة صافي كيجي القدر الإلهي أمرنا متر فيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميك. ساعة ربي كيقول لك ما عندي ما ندير بهذا النوع ديال البنادم، كيبدل الجيل، كيمسح هذاك الجيل بزلزال او بوباء او بمذابح وياتي بجيل جديد. راه فين ما شفت شي امه تباد عرف بان الجيل السابق ما دارهاش مزيانه، وصل لمرحله ديال اغضاب رب العالمين، واهل الخير انعدموا فيهم، وانما ترحم الامه باهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الايات الدواء، دواء وصفه طبيه للنفس والمجتمع، يعني يا ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما اصيب به بنو اسرائيل من اثار هذه العقيده العجليه، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، حقيقه راه في طرف الانسان يحب الحياه، واللي كيولي يكره الحياه راه ولا مريض، يعني كيكره الحياه بلا دواعي معقوله هذا مريض، مريض. ولذلك الله يستر لي انتحر صافي، كيكون هذا انسان وصل لمرحله ديال المرض، مرض اما ديني او نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، الانسان يحرص على الحياه، وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياه، انما المؤمن حينما يحرص على الحياه يحرص على الحياه ما دامت كريمه، لكنها اذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها. لانه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياه؟ المؤمن اخروي ماشي ديالنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا، ديال ايه؟ يحرص على اخرته، وانما حرصه على الدنيا بما هي ادوات يبني بها الاخره، لان الدار ديال الاخره باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاينه هنا، وهي الاعمال التي تنجزها ايها العبد، لان تما ما عندك باش تبني، تما الاعمال ما كيناش، والاعمال هي التي تبني اخرتك، والاعمال انما هي هنا، لان الدار الدنيا دار التكليف، دار العمل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ويكفي يكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا، لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي، طبيعي، لأنه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر، ما كيأمنوش بالبعث اخترع. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي، ما كيأمنش بأنه كاين الحياة من بعد، وقالوا إن هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمن بشيء اسمه البعث النشور، هذو هم المشركون. ولكن انتم آل هود كتقولوا بالله كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار، يوم ما كلاصق في الدنيا كما لاصقين فيها الذين أشركوا، إلا داروها الذين أشركوا واتتهم وناسبتهم، يعني كيقول لك ودي الآخرة ما كايناش، والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب أن يقارن الله بين اليهود وبين الذين أشركوا، وتلك سبة فيهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين، ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو أن الله تعالى يعطيه العمر ديال ألف عام، يوم من بعد ألف عام ستموت، وبعد ألف عام ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان الأرض؟ يعني العمر ديال الأرض ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وعبر بهذا الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من جهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منبطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم. يعني الحياة كلها عذاب، شوف تصور واحد تنتظره مصيبة عارفها، يعني قبل ما توقع لديك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. من أشد العذاب انتظار العذاب، طلب الله العافية لنا ولكم، شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غدا ولا بعد غدا عنده معها موعد مشكلة وخلي تكون بسيطة، وكيبقى بندم محن مع ديك المشكلة ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة، يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقة يعني أسوأ أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفر وبدون استثناء، واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها،
كي يتناولوا مخدرات من شتى الانواع، ماشي المخدرات يعني هذيك اللي ضروب الحبوب ولا الحشيش، من غير هادشي. وراهما هما اللي مبليين به اكثر من المسلمين، لكن عندهم واحد نوع اخر من المخدرات، هو التمتع باللذه. مفهوم اللذه دايره فلسفه دابا كاينه في اوروبا وفي امريكا. مفهوم اللذه، اللذه هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو، ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب ان يتذكر اخرته، ولا يحب ان يتذكر الموت. ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الدائره عجيبه جدا، انه كيوصلوا واحد السن معينه كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها. يعني يعيش مع حد شاب اللي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق يضيق يضيق ينتحر. اما يعني الشيء العجيب جدا انه يعني يتسلى، شوف سبحان الله العظيم كتلقاه كيضحك كيضحك باش ينسى الموت. ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع انواع المتع، يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقه ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متعه، وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الاسلام، النقائض الاشياء مضاده الموت اللي هي الفناء كتولي راحه عند المؤمن انه كيعيش بها. عقيده اليوم الاخر عندنا راحه، جمال، شت الموت كتولي جمال، عقيده عندها جمال حياه الانسان المؤمن، انه كيعرف كاين الموت ولذلك كيعيش الحياه ديالو متوازنه، يعيش الحياه متوازنه وكيعيش بالراحه. انه حقيقه لكل ما كايناش الموت راه مشكل، مشكل كبير جدا، يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينه وعندهم امن، يعني كيتمتعوا بالامن الروحي بسبب الايمان، انه حتى لما لقى الحساب ديالو هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب في الاخره. ما قدرش يوصل لواحد الظالم انه يقتص منه، كيقول كاين الله كندعيه ليه، وعنده اليقين بان دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، كيقول كاين الله والحمد لله. الناس المغاربه كيقول الحمد لله على الموت، والحمد هو احساس بالنعمه. علاش كتحمد؟ احساس بالنعمه، الموت نعمه، نعم نعمه، هي مصيبه في الحديث، لكن باعتبار اش؟ باعتبار الفراق، مصيبه الموت لانها فراق. اما الحقيقه القدريه ديالها رحمه، الموت رحمه، وما امات الله عبدا مؤمنا الا برحمه منه جل وعلا. واليهود يكرهونها، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، لان الميزان مقلوب. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. يعني الحياه الجميله التي يعيشها المؤمن وانه يعتقد بانه يموت مره واحده ويحيا ابدا، ما عمره ما يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة، مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منه، ما عندناش عقدة سميتها الموت. عند الكفار هذه عقدة فعلا، عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين هذاك مرض ديالهم، لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.